أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. قال طه قطناني والد الشهيدة أشرقت قطناني أنه يرفض مجموعة شروط وضعتها سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثمان ابنته الشهيدة أشرقت. وأشار قطناني لوطن الأنباء أن سلطات الاحتلال أبلغت محافظة نابلس وضعها مجموعة شروط من أجل تسليم جثمان ابنته الشهيدة أشرقت والشهيدة منار حسون لذويها، وهي دفنهما ليلا وعدم تشريح جثمانهما. في هذه الأثناء طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع طالب الأمم المتحدة أن تفتح تحقيقا دوليا في ممارسة إسرائيل بما وصفه بالجريمة البشعة والمركبة باستمرار احتجازها لأكثر من 50 جثمانا للشهداء الفلسطينيين دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي. نظم مجلس طلبة جامعة بيرزيت ونقابة العاملين في الجامعة وقفة احتجاجية على اعتقال قوات الاحتلال لطلبة الجامعة، والتي كانت آخرهم الطالبة أسماء قدح على حاجز حوار جنوب نابلس يوم السبت الماضي خلال توجهها للجامعة. وفي حديث مع حملة الحق في التعليم قالت منسقة الحملة سندس حماد إن الاحتلال يتعمد اعتقال طلبة الجامعات كونهم في مرحلة إعداد للمستقبل. شاركت العشرات من عائلات الأيتام وأبنائهم في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله ضد قرار الإغلاق الإسرائيلي لجمعية الإغاثة الإنسانية في الناصرة التي تقدم مساعدات إنسانية ل 23 ألف يتيم ومحتاج في الضفة الغربية وغزة. الإغلاق الإسرائيلي للجمعية مستمر منذ أكثر من شهرين. حوالة الأيتام تقريبا 3 مليون بشكل شهري. قرار الظالم هذا كثير أثر على الأرامل وعلى مخصصات الأيتام اللي هم بيعتبروه دخل شهري لإلهم من مؤسسة الإغاثة الإنسانية. تضررنا كثير، كانت فواتير الكهرباء تكدست علينا، يعني كان مساعدتهم إن كانت معونة إلنا، فواتير الكهرباء، فواتير المي، جرة الغاز، المعونة في الدار، يعني هسه من وين الواحد والله مو عارف من وين بدي يصرف يعني. وفي موضوع آخر، بعد عملية بحث وتقصي قامت بها وحدة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون وطن واستمرت لعدة أشهر، يبث تلفزيون وطن ووكالة وطن للأنباء غدا تحقيقا استقصائيا بعنوان سوء استخدام المركبات الحكومية نزيف للخزينة بالملايين والرادع مفقود. وكشف التحقيق ما تستنزفه هذه المركبات من أموال من خزينة الدولة والتي تقدر بملايين الدولارات سنويا. نختم الموجز مع حالة الطقس، فمن المتوقع أن يكون الجو يوم غد الثلاثاء صافيا بوجه عام وباردا نسبيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ويوم الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى هذه الدرجات حول معدلها السنوي العام بقليل. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.تي في. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.